السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى جانب الفور في عندنا شيء اسمه دو وايل. الدو وايل أو الوايل أو الشيء ناخذه هو شنو؟ نفس فكرة الفور تكرار، لكن مع شرط معين. يعني هنا أنا مثلا أقدر أقول له var i يساوي صفر، وأجي أقول له هنا أنا while. لاحظ ظهر لي while وهذا الوايل. لاحظ من ضغطت عليه الثاني واحد هنا، لاحظ نكتب while اللي هو while statement، هنا يظهر لك شوف هو هذا. بس اعمل كليك يظهر لي، يقول لي انطيني الشرط. الشرط شنو هو؟ لما الاي اصغر من 5 تعال اطبع لي الاي، فراح يقول لك اي 1 2 3 4 5 ويستمر ويستمر لان الاي بعده اصغر من 5. تمام، هنا أنا اذا عملت لرن بهذه الحاله راح يستمر يطبع لي صفر لما لا نهايه. ليش؟ لان انت هنا كل مره تقول له الاي يساوي صفر، ما عندك فد اليه بداخل الوايل تزيده. فعدنا احنا تتذكرون بالانكريمنت نقدر نزيده بواحد، مثلا تقول له شنو؟ تقول له اي بلس بلس فارزه منقطه. هنا جاي تقول له، هنا جاي تقول له من تجي تطبع الصفر قبل لا تطلع من الوايل اجمع الصفر بواحد فصار واحد، فيجي هنا أنا واحد اصغر من 5. نعم، يدخل يطبع لك الخم واحد، ورا يجي يقول لك شنو؟ بلس 1 صار 2، يرجع مرة ثانية اخذ 2 اصغر من 5. نعم، يطبع لك الاثنين، ورا قبل لا يطلع يقول لك بلس 1 يصير 3، 3 اصغر من 5. نعم، يطبع لك الثلاثة، يجي هنا يقول لك زائد 1 يصير 4، الأربعة أصغر من 5. نعم، أطبع الأربعة، زائد 1 يصير 5، 5 أصغر من 5 لا يتوقف. فش وقت ما هذا اللي بداخل القوس صار فولس ما حقق الشرط يوقف هالوايل. نعمل هنا سيف ونجي هنا نقول له كلير، نجي نعمل رن. لاحظ من 0 ل 4، 5 ما يقدر لأنه 5 ليست أصغر من يعني 5 ليست أصغر من 5، وأنا ما تساويها، ممكن تقول له أصغر أو يساوي 5 على سبيل المثال. فهنا أنا طبع لك الخمسة بهذه الصورة. أيضا عندك شيء اسمه الدو وايل. الدو وايل يقولك أنت نفذ مرة واحدة وبعدين قيم. يعني شلون؟ إذا جينا هنا قلنا هذا كوبي and هذا كله نعمله كومنت وننزل للأسفل نعمل بيست. الدو وايل احنا هنا جينا مثلا عرفنا var i يساوي 10، قبل الوايل، قبل الوايل هذا القوس راح يكون قبل الوايل cut هنا فارزة منقطة. لاحظ هنا نجي نعمل بيست فصار الأقواس قبل الوايل. بس قبل هذا القوس نكتب كلمة do. do يعني نفذ هذه الأكواد بدون شرط، بعدين تعال تأكد هذا الشرط صح أم غلط. هالشكل، بعدين تعال تأكد أنه هذا الشرط صحيح أم غلط. فهنا أنا على سبيل المثال لما نجي نقول له save and نجي ننفذ الكود، لاحظ نفس النتيجة ينطي، لكن الاختلاف الحقيقي وين؟ لما أجي أقول له مثلا الآي يساوي 5 مثلا، بالأولاني ما قبله إلا لازم يكتبه يساوي، أو خلينا نقول مثلا i يساوي 8، 8 أصغر أو تساوي 5؟ أكيد لا، ليست أصغر ولا تساوي 5. تمام، فإذا جينا ننفذها راح يطبع 8، بس بعد ما يجي للوايل يقول لك 8 أصغر من 5 أو يساويها؟ لا، إذا وقف. إذا الدو قصده نفذ مرة واحدة بغض النظر إذا حقق الشرط أو لا، بعدين تعال تشيك بالوايل هل هذا الشيء يحقق الشرط أم لا. فهالشكل يعني الدو وايل يترك مجال أنه يقول لك جرب بعدين اتحقق من الشرط. هاي بالنسبة للمن، بالنسبة للوايل والدو وايل. نوقف نكمل درس القادم، مع السلامة.